يا الحباب، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله هذا الفيديو هذا يلقاكم في احسن الاحوال يا ربي، ناشطين ضاحكين وفرحانين. المهم كيف ما شفتوا في العنوان، اليوم دايره تحدي مع اليوتيوبرز المعروفه بالذبيحه، ماشي الذبيحه ديال العيد. دايرين اننا غادي نديروا غدا وديسير ما يفوتش 20 درهم. المهم قبل التحدي وكنبغي نشكرها من هذه البلاصه وكنقول لها دائما كيف ما قلت لها انا اللي غادي نفوز. غنخليكم مع بشرى المنافسه ديالي ونتلاقى. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جيناكم بواحد الفيديو تحدي غنديرو غدا بلونطري بلا برينسيبال، بالتحليه ديالو يعني الشلاضه والطبق الرئيسي والتحليه ب 20 درهم، الماكله اللي تكفي ثلاثه الناس ولا اربعه. اليوم ان شاء الله غنقوم بهذا التحدي انا والاخت احلام من قناه سلومي تي في. مرحبا بي عندكم في القناه ديال سلومي تي في اخت احلام، ومرحبا بكم عندي في القناه ديالي روتين وصفات امراه مكافحه. ان شاء الله تابعوني، شوفوا التحدي، دخلوا عندي الا قبلتوا عليا، شوفوا التحدي اللي غندير ان شاء الله 20 درهم، غنخرج منها شهيوات راقيه ان شاء الله. كنتمنى تعجبكم ومتاكده انني انا غنفوز احلام، انا اللي غنفوز اختي احلام. المهم حنا كنداوين، نتوما اللي عندكم الحق تحكموا شكون اللي غادا تفوز. المهم انا متاكده من راسي غنحط لكم شهيوه راقيه وبثمن مناسب، وغتشوفوا كل شيء ان شاء الله في الفيديو من التقديه حتى التقديم وانتم معنا في الفيديو. ودخلوا عندي القناه ديالي، غتلقاو الرابط عند الاخت سلومي. ومرحبا بكم، ولعجبكم التحدي وعجبكم الفيديو ما تنساوناش من الدعم والاشتراك في القناه، خليوا لي شي تعليق يكون زوين. المهم الا عجبكم قول لي عجبنا التحدي، كنت انا الخاسره قول لي انت الخاسره، كنت انا الرابحه قول لي انت الرابحه، وهذا ما كان. يلا انتم معنا. وانا دخلت الكوزينه باش نبداو التحدي ديالنا. للاشاره البنات، المنافسه ديالي راها قويه. اول حاجه طباخه في اوتيل، يعني هذا راه الدومين ديالها، تدبير والتزيين وكل ما يخص الطياب. يعني كما قلت لكم المنافس ديالي قوي، ولكن حتى انا راني قويه. يلا دابا غادي نبداو التحدي ديالنا. اول حاجه غادي نبدا بها انا هي التحليه، تحليه باش تاخذ وقتها في الثلاجه. يلا وحبابي معايا. بالنسبه للتحليه هنايا خديت جوج دراهم ديال سنيده، هانتوما يعني هذه جوج دراهم ديال سنيده غدوز ليا التحدي كامل. وخديت ثلاثه ديال البيضات، يعني هنا ثلاثه ديال البيضات بثلاثه دراهم، ثلاثه دراهم في جوج دراهم هي خمسه دراهم. التحليه غادي تاخذ ليا خمسه دراهم. يلا دابا نبداو التحضير. اول حاجه غادي ناخذ انا هنايا مول لي صغير، هذا راه الحجم ديالو صغير، كاس ما عامرش، انا كاس ديال العنبه ما عامرش ديال سنيده غادي نديرو في هذا المول هذا. وغندي فوق البوطه حتى يذوب ليا هذا السكر ويولي كراميل. هنايا كيف ما كتشوفوا راني دايره ديريكت في المول فوق البوطه، النار تكون مهيله ونبقى مره نحركو حتى يولي كراميل، يعني كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. شوفوا هنايا هاد السكر ولا لينا كراميل، غنحاول نضيعو على هاد المول كامل، يعني نحاول نطلعو الفوق بهاد الطريقة. غنخليو هاد الكراميل هنايا حتى يبرد. ودابا غادي ندوزو البيض، هنا غادي ناخدو هاد البيضات من بعد ما غسلناهم، غادي نفصلو الصفار على البياض.
ما بغينا حتى نقطه ديال السفر طيح لينا هنايا. الغرض ديالنا هو في البياض ديال البيض. هاد السفر هذا غنحتفظوا به، نديروا به بزاف ديال الحوايج، المهم ما نرميوش، وغادي نخدموا حنا بالبياض. هذا بياض البيض غادي ندربو مزيان، غادي نطلعو مزيان بالدراب. هنايا عندي ثلاثه البياض البيض، يعني غندير ثلاثه المعالق ديال سنينه كبار. هاد المول هذا بهاد الكريمه ديال البيض. غادي ناخذ واحد المول كيدخل الفران، غادي ندير فيه الماء طيب، ضروري يكون طيب. عاد غادي نحط فيه هاد المول هذا، يعني على طريقه حمام مريم، وغندخلو الفران النار تكون متوسطه. نتلاقاو من بعد ما طيب. وهذه هي التحليه ديالنا كيف ما كتشوفوا، من بعد ما خرجتها من الفران خليتها غير شويه دفات وقلبتها في هذا التبصيل هذا. كتجي على هذا الشكل هذا، الفوق كيجي كراميل، وهذا الجناب زينتهم بالكراميل. كتجي زوينه البنات، رائعه، والثمن ديالها 5 دراهم. نتمنى انها تعجبكم، ونكون انا اللي فزت في المرحله الاولى. يلا بشرى ورينا شنو درتي في التحليه ديالك. يلا دابا غادي ندوزو للطبق الرئيسي، خليكم معايا. ودابا دزنا للطبق الرئيسي. هنايا غادي ندير انا السرديل، خديت كيلو، ها هو البنات، كيلو ب6 دراهم. هنا في مدينة جديدة كيكون عندنا كيلو داير 4 دراهم، 5 دراهم، الى طلع 7 دراهم. المهم هنايا قال لي 140 ونقصت لي درهم خليته ب6 دراهم. قال لي 7 دراهم، قلت لي خليه لي غير ب6 دراهم، قال لي صافي 6 دراهم. دابا هذا غادي نغسلو باش ندير به الطبق الرئيسي. ديال الروز العادي كيف ما كتشوفوا، هذه راها درهم ونص، يعني 30 ريال. كنت بغيت ناخذ 2 دراهم ولكن ما يقدونيش الفلوس، وهذا هو السر البنات باش كملت هاد الغداء كامل ب20 درهم. يعني الحاجه اللي كتنقص منها يعني في العبار، مثلا هذا يمكن لي نجيب 2 دراهم، يمكن لي نجيب حتى درهم. ماشي بحال البيض او لا الربيع، يعني الربيع 2 درهم، ربيع درهم، يعني ما يمكنش ليا 2 قبطات غناخذهم ب10 دريال، ما يمكنش 10 القبطه، يعني درهم. هذا يمكن ليا نقص منه، يعني بغيت 2 دراهم، بغيت درهم. عاوتاني شنو هي اللي نقصت منها؟ الزيتون هو ما يمكنش ليا نقص منه، الزيتون هو ما يمكنش نجيب فيه 10، جبت فيه درهم. نكملوا الحساب ديالنا. هنايا خديت درهم ونص ديال الروز، غدا نقيه، غادي نقيه ونسلقو، نغسلو ونسلقو. غادي نقيه دغيا ونغسلو ونديرو يتسلق ونجي نكمل معاكم. يلا دابا غادي نكمل معاكم الحساب. هنايا خديت درهم ديال الزيتون خضر، ها انتوما كتشوفوا هذه راها درهم،
خديت جوج قبطات ديال الربيع بدرهم، يعني ما بين هذا وهذا جوج دراهم، درهم ديال الثومه يعني 3 دراهم. هذه مطيشه، خديت جوج مطيشات ب50 ريال، يعني جوج دراهم ونص. وخديت حامضه صغيره بدرهم، تفاحه صغيره بدرهم. هذا هو الحساب ديالي، يعني جبت قد 20 درهم. ها نتوما غتحسبوا 5 دراهم ديال التحليه اللي فيها سنيده وفيها البيض، يعني 2 دراهم سنيده و3 البيضات، يعني 5 دراهم. السرديل 6 دراهم، هي 11 درهم. 11 درهم 12 درهم 13 14 15 16 الروز 16، وهاد مطيشه ب50 ريال هي 17 18 ونص، والروز درهم ونص هي 19 20 قد البنات 20 قد هذه 50 ريال والروز 30 ريال 20 درهم هي باش غادي ندير الغداء ديالي. يلا حبايبي. هانتوما دابا غادا ندخلو دابا للفران، كيفما شفتو كيجي الشكل ديالو راقي. التحلية ديالي راها خرجات من الفران، دخلتها تبرد، دابا غادي ندير الحوت حتى هو يطيب، عاد غادي ندوز باش نصايب العصير. خليكم معايا. ايوا بشرى فين وصلتي؟ دابا غادي ندوزو للعصير. هاد التفاح البنات راني سبق وقلت لكم درهم، راها غير صغيرة.
غادي نديها تسلق شويه وغادي نكمل المراحل اللي باقي ليا. عرفتوا الاستفاده اللي استفدت انا من هاد التحدي كامل؟ هو انني دائما ندخل الورقه والستيلو في الحسابات. يعني كتدخل الورقه والستيلو كيخرجك الحساب، يعني ضروري كتلقى الحل. اما لا خدمنا غير عشوائيا فما يعني كون هاد الغداء انا كان غيطلع لي بكثر من 20 درهم صراحه. يعني كون خدمت غير عشوائي غيطلع لي بكثر، يقدر يطلع لي ب 30 على حساب. دابا ملي دخلت الورقه والستيلو خرجت يعني الغداء، وخرجت غدا زوين صراحه، يعني خرجت غدا زوين. هنايا كنحاول نحك غير القشره الصفراء، هذا البيض هذا ما كنحاولش انني نحكو، بغيت غير القشره الصفراء باش ما يجيناش العصير معاه. هنايا راه حكيت هذيك القشره كيف ما كتشوفوا حكيتها، وهاد الشيء اللي بقى نقيته، هاد الجلده اللي بقات لي هنايا نقيتها، خليت غير الليمون غير البيبان هما اللي خليتهم، وغنحلهم نحيد داك العصف اللي كاين وداك الشيء اللي كاين فيها. الا كانوا دوك الخيوط دوك داك البيوضه اللي كتكون داخل حتى هي نحيدها. هاد العصير هذا كيجي زوين واقتصادي، غير هو حيدوا هاد العلف، هادشي اللي العلفه اللي كتكون فيه حيدوه. وكان هذا هو التحدي ديال النهار اليوم، هذا هو الطبق الاول اللي حضرته معكم. كيف ما كتشوفوا السرديل كيجي بهذه الطريقه زوين ومغذي، وطبق زعما معتبر. هنايا هذا هو الروز، الروز اللي كنت عمرت به السرديل، درته على هذه الطريقه، عاود شحرته شويه في مقيله وقدمته بهذه الطريقه. حتى شي حاجه ما ترمى للناس، كلشي نستافدوا منه. والعصير ديالنا ديال اللي فيه حامضه وفيه تفاحه وحده كيجي زوين حتى هو، جربوه بهذه الطريقه اكيد غادي يعجبكم. الطبق الثالث هو التحليه البنات اللي كتجي بهذا الشكل هذا، فيها جوج ديال المكونات رائعه البنات. هذا اللي هنايا راه الكراميل اللي زينت به، ها انتم احبابي كيفاش كتجي، هذا راه كراميل كتجي زوينه البنات، روعه روعه روعه، جربوها بهذه الطريقه حتى هي 100% غادي تعجبكم. نتمنى نكون انني كنت على قد التحدي ديال اليوم، وحتى لو ما ماشي انا اللي ربحت فكانت تجربه زوينه الصراحه، انني عرفت انني نخدم الورقه والستيلو، راني سبق وقلتها لكم، ومن حاجه بسيطه وقليله نخرجوا حاجه كثيره. يلا احبابي نتوما اللي لكم الحكم، نتوما اللي غادي تعدلوا بيناتنا ما بيني وبين بوشره.